احمد احمد احمد، هو انت نتسناك بزاف، هستناك كتير. وصل بي السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، قبل ما نبدا نصليو على نبينا كالعاده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عليها أفضل الصلاة والسلام. يوم جديد وفيديو جديد وانتصارات. معلش زعما معلش، أنا مش وانا قلت لك هضر على الكوره، انت دابا غادي تسلم عليهم، سلم عليهم ومن بعد نخطف في الموضوع. دايما بتنتقدني، الهم معرفش عليش. المهم، 3 2 1، مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وعلى خير. وعاملين ايه مع البرد ده؟ وايه رايكم في النيلوك الجديد شو ده؟ الطريقة باش كتهضر؟ سايب شعري شويه وبتاع والكلام ده، لان تتكلم كده هعمل ليه؟ نيلوك جديد. دايما هي بتحب تقاطعني، بس انا مفيش حاجه هتوقفني. أحمد احنا دلوقتي بنصور. اوكي، المهم يا رب تكونوا بخير وعلى خير، ده الاهم. يلا خلي لا الهم تخش في هو الفيديو. انت كده اتكلمت؟ أعود من أول. عيد من اول. اليوم كان عندنا مباريات وش عظيمة. عين احمر؟ والله عليها أفضل الصلاة والسلام. مساء الفل عليكم، يا رب تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد مع لالا إلهام، بكون سعيد جدا لما بطلع معاها. آخر فيديو الحمد لله ربنا راضي عليا وأنتوا راضيين. الطريقة ديالك ما زويناش. 3 2 1، مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وعلى خير. بلاتي ما كنبانش ما. مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وعلى خير، بصحة جيدة. وعاملين ايه في البرد ده؟ انا عن نفسي متكتك جدا، وبصراحة ما عنديش الخاطر اللي انا انزل ولا اروح ولا اجي ولا اي حاجة. عرفتي بهذا الموضوع؟ يا رب السلام، مالك الهم فيه؟ ولكن راه خصك تعرف الموضوع. علاش؟ يعني على ما اعتقد اللي انت هتتكلمي النهارده عن تأهل المغرب للمباراة القادمة، تمن النهائي. طب تمن احنا الجبل، على قناة رياضية. بنتكلم عن اي حدث، لو احنا صورنا وفي حدث حصل بنتكلم عليه. لا، عشان هنتكلم عن الرجل المغربي. طب يلا خش نتكلم نقول ايه عنه. من خلال معاشرتك للمغاربة، ايه فكرتك، ايه رأيك في الرجل المغربي؟ أبدأ؟ يعني الراجل المغربي، بلاتي راح ندق كل ده هيتشال. أوكي يلا. يلا بدأ. انا قلت الاول ازاي؟ الهام اليوم بتتكلم عن الراجل المغربي. طبعا أنا لو اتكلمت، وش انت قلت لي يوم ازيكم عاملين ايه؟ طبعا ولا ادوك ما كانش مزياني. أرجع أسلم عليهم من أول وجديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. وزي ما انتم شايفين الواحد قاعد في الدار والبرد. احمد ليه مكمش؟ لا بردان، ما مالك؟ خصك تصبر. علاش انا حتى انا بردانه ولكن جالسه عاطيه القيمه للكاميرا؟ احنا كان بحال برنامج. لا انا بتعامل بطبيعتي، مالك في ايه؟ اقعد زي ما انا عايز اقعد واتكلم زي ما انا عايز، ما دام بتكلم في لباقه وقاعد قاعده محترمه طريقتك ممكن ما تكملش. بمشي. لكن بردين يعني عليا وحل عينك، افتح عينيك عشان انت مش باين ان انت مبسوط وانت بتعمل الفيديو. انا مبسوط. انا اليوم اتفرجت على ماتش مباراه مصر واقول والجزائر، ازيكم عاملين ايه؟ ارجع اسلم عليهم تاني؟ لا لا كده جنان، مش عاجباني طريقتك. لا 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 كده انتقاد زايد عن اللزوم. وبالطريقه دي انت عارف، انا لو بصور مع في برنامج اقسم بالله لا اقوم واسيبهم، اقول لهم السلام عليكم طب واقلع لهم المايك. لا احشم احتراما للناس ورا اللي هادشي بتقول. غادي تمسح؟ احنا من امتى بنخلي الحاجات دي؟ ما اعرفش، انا شاكك فيك اصلا، في شكك في ايه؟ ما اعرفش يمكن بتعملي عليا مقلب ولا بتعملي عليا. مقلب؟ انا بعرف اعمل مقالب. انتي ده انت ام المقالب. يلا احمد يلا. مالها عاملة كده ليه؟ ويلا أو ليه؟ انا قلت لهم السلام عليكم وانت السلام عليكم.
السلام عليكم. هضر معاهم، قدم الفيديو زي ما انا قدمته. فيديو جديد مع لالا إلهام عن الرجل استنى استنى المغربي. لما اضحك. فيديو جديد مع لالا لا قول لهم ازيكم عاملين ايه تاني، لحد ما تعجبني. ولو ما عجبتكيش نعيد وهفضل طول اليوم بس يا احمد خليك كده تمام. انا مش فاهمك اقسم بالله. لا انا فاهمك، انت مش شايف نفسك وانت بتتكلم. انا دلوقتي اغني اغنية وانتوا هتفهموها. انا اللي الصبر فارغ مني وبدأت اتألم كتيرة. قضية الوقت احمد، راه لما يموت كتعمر. جاي تستفزيني ولا تغيظي فيا ولا ايه يعني؟ ده الفيديو الغرض منه ولا ايه؟ ردي، ما تقعديش تشوفي فيا بالطريقه. هتكلم اقول راه ايه انت اللي بصراحه؟ الهم كتستفزني. يلا احمد يلا يلا، راك تضيع الوقت. مساء الخير عليكم. الهام اليوم قالت لي هنتكلم عن موضوع واعر. لا قول لهم كي دايرين، ازيكم، كيف ما كدير انت. مساء الخير عليكم حبايبي الحلوين واصدقائي واخوتي، ومش عارف اقول ايه يعني. ازاي الصحه وكده يدين ولبس عليكم ما تبقى تعاود، والكلام. لا وانت لا لا اصلا الطريقة ديالك بحالك تهضر مع الدراري الصغار. حبيبي الحلوين، ما هم بالفعل حبايبي الحلوين. ايوه بحالك تهضر مع الاطفال. انت عندك التقديم ديالك بحال التقديم ديال شي برنامج اطفال. يلا احمد يلا، والله الا راه بزاف هادشي. بنتي وانت عايزه من ايه؟ لان من انتي امتى بتعمل كده؟ عادي عم. وانت بجد ولا بتهزر؟ لا اهزر ليه يعني؟ دي عادي. يلا احمد اخر مرة عاود المقدمة. مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد من فيديوهات لالا إلهام، إلهام مغربية في مصر. وما تقولش ديك مغربية في مصر. ليش مغربية في مصر؟ كان عامل لك دعاية للقناة. خافك انا نحيدها في المونتاج. صفاء الهم، انا مش عايز اصور، انت وترتيني. يلا احمد انت لازم تضيع لي الفيديو. بلا فيديو بلا بتاع. البني ادم اذا ما كانش طلع في الفيديو الهام مبسوط كده وجميل وما بيمثلش. انا عايز اطلع بطبيعتي، ما بحبش انا التمثيل والحركات ديت. انا بحب اطلع بطبيعتي احمد كده، ماشي اي، بحب اطلع من قلبي ماشي للناس. اي حاجه جات على بالنا خصنا نقولوها. راه حنايا كنتواصلوا مع ناس كتير، كل واحد العقليه ديالو. ولكن انا ما مثلش على حد، انا تعودت انا في حياتي كده اللي انا كنت طبيعي 100%. دابا غتصور ولا لا؟ ايوه انا مش فاهمك لحد دلوقتي، انت عايزه تقولي ايه ولا تتكلمي في ايه؟ تقولي الراجل المغربي وكل شويه تقولي لي سعيد، ودي اول مره تقولي ايوه الكلام ده، مش فاهم ما في ايه. الطريقه بتاعتك مش حلوه، ولا عشان هنتكلم عن رجل مغربي انت مش حابب الموضوع. رفعتلي السكر. يلا كلمي انت. انا ولا درت المقدمه، خصك انت دير المقدمه. صافي صافي، انا غادي نقطع الهام مغربية في مصر، غادي نقطعها في المونتاج. صافي كلمي طيب. اعيدها اخر مرة لا مش عايز بجد. بجد. اقفل الكاميرا انا عايز انا امثل كل شويه تقولي لي عيد 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 عيد. ها انا عايزة اطلعك في احسن صورة. انا هي الصوره بتاعتي الحلوه اهي، اهو زوين انا وجميل وهم بيحبوني هكا، بيحبوني على طبيعتي، وانا كمان بحب اطلع دايما معاهم على طبيعتي. لكن كاين اللي ما كيحبوكش شكون هم؟ بزاف، طبيعي كيخلوها لي في التعاليق. طبيعي طبيعي. هو في حد هجمة على واحد؟ ايوه ولكن خصك تكون عند حسن ظن الجميع. أيوة الحمد لله. صافي دابا نبداو. فطرت أنا. احمد والله لم ت... هزعل لا هزعل. لازم أفتح الشباك. لازم. احمد البرد البرد. فطرتيني. اخر مرة ماشي. لا انا مش هقول مقدمة، انت خش في الموضوع وانا هتكلم زي ما انت عايزة.
لا انا غادي نقول المقدمة انت. انا بس هرضيك عشان عايز ارضيك وعشان خاطر الناس اللي انت بتطلعي لهم دول. منعتش المقدمة. يلا اللي انت عايزاه. هو ده شكل واحد هيعمل فيديو. يلا السلام عليكم، مش اخباركم؟ لاباس عليكم، كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. عليها أفضل الصلاة والسلام. مساء الورد والياسمين على الفانز ديالنا الحلوين. يا رب تكونوا بخير وعلى خير. وإلى من النهاردة والله يا إيه اللي هتسطيني، يا إيه اللي هتسطيني، وكالعادة هي كده كده مسطياني من غير أي حاجة. المهم بتمنى لكم تكونوا بخير وفي سلام وفي أمان. وعاملين ايه مع البرد دوت؟ احكوا لي كده شنو بتديروا في البرد ده. انا بصراحة البرد تعبني نفسيا بصراحة. بزاف أحمد تتكلم كتير. خلاص همسح، همسح كل ده، كل ده همسح وشوف الكاميرا باش نكمله. أحمد كده بتلعبي؟ اقسم بالله يعني بلعب بتلعبي وبتضيعي وقت ومش عارف ايه والكلام ده. واحنا ورانا حد. ايه طيب، ايه الفايدة اللي احنا بنفيدها للناس دلوقتي؟ طيب عيد 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 عيد، مالك فيه؟ هو احنا اصلا مازال ما درناش الفيديو. بقول لك ايه، بعد ما تخلص الفيديو ده تعملي لك كوباية شاي، ممكن ولا مش ايه ممكن؟ لا درتي فيديو زوين يلا سير صافي انت ما غاديش تهضر. المهم مرحبا بكم معنا في فيديو جديده. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على الرجل المغربي من خلال احمد. احنا دائما كنهضروا على المغرب، كنهضروا على المراه المغربيه، ولكن ما عمرنا هضرنا على الرجل المغربي وهو كيستحق اننا نهضروا عليه. كون لمكة يعني زي ما بندي قيمة وتقدير للمرأة طبيعي نعطي تقدير للرجل. والأهم النهاردة بتخصص الرجل المغربي بشكل خاص، وقالت بشكل عام نعطي قيمة للرجل بشكل عام. لا انا غادي نهضر غير على الرجل المغربي. بصراحة يعني من أكتر الناس اللي أنا قابلتهم في حياتي يعني لقيت فيهم سمات ومميزات حلوة كتير بتعجبني. أهمها طبعا راجل مغربي هناك، راجل راجل بمعنى الكلمة يعني، وكريم جدع صاحب صاحبه. كتقول ايه بزاف وفعلا ليه كتقول ايه؟ كتفكر راه خص داكشي يكون عندك سريع لانه من قلبك انت بتجامل. سكت ما تكمل يا احمد، أقول إيه؟ لا ما الفيديو ده مش هيخلص. إيه بتعلقي عليا؟ مش طبعك مش طبعي متغيرة؟ آه ايه، لغتي متغيرة، مش إلحاد مش إلهام. والله. انا مش إلهام. إيه أنا بكلمك بصراحة يعني. شنو متغير فيه؟ مش عارفه اقول ايه بصراحه، يعني تتلخص كلمه في حق الراجل المغربي ان هو راجل محترم مهذب ملتزم كريم. اعطينا مواقف جدع، مواقف رحمية هناك في المغرب، اكتشفت ان هو كان صديق ليا في الرياضه وبيمارس رياضه. تعملي ايه؟ شايفه هنا صورتي باينه وهنا عندك انت مش باين. لا اله الا الله. كمل. بس طبعا لما اتقابلنا بقى بالصدفة فموقف تاني. لا وغير موقف مش 10، كنت كتر في الهضرة. انت بتقولي لي احكي لي يعني. انا دلوقتي انا بتكلم على موقف ماشي مليون. المهم رشيد خال إلهام بيلني ان الراجل المغربي كريم 100%. وبابا انا شهادتي مجروحة في عمي يعني. من الرجال النادرين اللي انا شفتهم في حياتي بالامانه، يعني طريف فوق الخيال، درويش طيب حنين. عنده الصبر واحنا ما دايرينش الفيديو على بابا، انت يعني، بتتكلم في ده ليه؟ راجل بجد ربنا يعطيه كل اللي يتمناه. ما قابلتش لحد دلوقتي حد وحش اثر معايا ولا ضرني ولا بتاع ولا الكلام دوت. حتى تهضر في نفس الدائره حتى لو انا شفت حد ما عمل،
ما عجبنيش هادشي. انت يا الهام مش عارف ايه اللي بتعمليه ده. هو عشان نخلينا الفيديو عن الرجل المغربي؟ ليه، هو انا بغير بنو ولا انا بشوف نفسي اللي انا افضل رجل في العالم؟ الحمد لله بفضل الله. دلوقتي انت بتطلعيني على الكاميرا ومقعداني ولحد دلوقتي ما قلتليش نتكلم في ايه، وقاعده مسكالي في وانا الراجل، قلت لك على الرجل المغربي. المغربي، الراجل فيه سمات بالظبط، حلوه. الرجل المغربي ايوه، احسن راجل، لا في رجال هذا تانية. رأيي. وانا الرجل المغربي فيه بابا وخويا والعائلة، ايوه، فبالنسبة لي هما احسن راجل. ابوكي واخوكي هم افضل رجال عندك في حياتك. صحيح، بابا ما تضيع الوقت اسمه ايه ده، الميموري كتعمر. يلا نعود نعيد نعيد ايه؟ كل ده. ده بتهزرك؟ عيب عليك، عايزة ايه ده؟ عايز اصور. والله الهبل والله اللي انت فيه. ضيعت لي الوقت. كون نعود. ها تاني؟ هو في ايه الهبل؟ بجد في ايه؟ وبتبصي لي كده ليه؟ منيتك لا 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 منيتك دابا، انا اللي خصني لا، نتقلق انت اللي مضيع لي الوقت 34 دقيقة. اقسم بالله، اقسم بالله انت ما في، انت مش طبيعية، انت طايل لك عقل. هو البرد عمل فيكي كده؟ احمد راه احمد ايه بقى الهام بتاعي؟ ما ده ايوه يا عم، انت يا الهام طلعاني بعد الماتش، وعارف انا بحب اتفرج على التحليل وبحب اتابع الاخبار وبتاع والكلام ده، وقلت لي فيديو، قلت طيب حبا وتقديرا للجمهور والفانز والله لا اطلع اعمل الفيديو اخو. ليه احسن مني؟ انا ما قلتش احسن منك ولا حاجه، بس يعني اختاري الوقت المناسب. مالك؟ طب انت مقلق حيت نهضروا على الرجل لا المغربي؟ انا مش مقلق، علاه تقول لي ولكن الصراحة؟ انت قاعده تتك. الراجل المغربي، الراجل المغربي، الراجل المغربي، قلنا الراجل المغربي راجل طيب وراجل حنين وراجل كريم وراجل وي 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 والكلام، الله يعمرها دار، وقلنا كل حاجه حلوه فيه. سوف نوقف كاميرا. هو انت بتصوري ولا بتتكلمي معايا كده؟ انا مش فاهمك اصلا. اعتقد لو انت بتصوري اقسم بالله ما تطلعي كده، تخليني انا كده ابقى متعصب ومتنرفز. اول ما بتتضايقي تقعد تسدي لي في ودانها بقى انا كده. ما كنتش كسد ودني، ودني كتاكل. لو مش هتصوري الهمنا كده بنضيع وقت، نطلع للناس، الناس بتحبنا، نطلع لهم برسالة، برسالة وحتى هم الموضوع بيحبوا. ديالنا راه زوين، لا غيدير لينا مشاهدات. احنا الهام، احنا اكبر مشاهدات ايه وبتاع ايه؟ انا عندي حب الناس واحترامهم لينا اهم من اي ده حاجة. بغى الصراحة، واش ما بغيتيش هذا الموضوع؟ واش انا سولتك سؤال تجاوبني نيشان؟ الا ما عجبكش الموضوع نبدلوه. ايه بقى الموضوع؟ انت ما بغيتيش نهضر على رجل مغربي؟ مالك يا بنت في ايه؟ مالك انت اللي واخد الامور على اعصابك. استغفر الله العظيم يا رب. عايزة تتكلمي على ايه؟ احمد ها؟ راه غادي نوقف الكاميرا ونفرق الجوق، الجوكة دي يعني اديك اتساع. عايزة ايه؟ طب يعني ما تتكلمي. دابا انا سولت كنت كدور وما بغيش تجاوب. واش ما بغيتيناش نهضروا على الرجل المغربي؟ ما عجبكش الموضوع نبدلوه. لا عجبني الموضوع، نتكلم عن الراجل المغربي على عيني وراسي، ولكن انتي قاعدة كل شوية تنظري وتنتقدي وتقولي لا. عايزاني اتكلم عليه ازاي؟ عايزاني افصله يعني الراجل المغربي افصله؟ خلينا اتكلم بطبيعتي، انا بقول على الحاجات اللي شوف، انا شفتها في حياتي. ولاني انا حساك مش انت، وانت بتتكلم على الرجل المغربي حساك بتتكلم من هنا، مش حس ما حساش بيك كتهضر من قلبك. لا انت اللي قاعده تستفز فيا وتنتقدي فيا، انا ما قلتش اي حاجه خايبه حتى. صافي احمد، ندخلوا في الموضوع. تاني؟ لا 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 لا، وانت دلوقتي انت قلت انه ما عندكش مشكلة تهضر على الرجل المغربي، اعطيتيني ايوه بس انت قاعده تنتقدي وعايزاني اقول اللي انت عايزه تقوليه، وانا مش هقول اللي انت هضر عايزه غير تقوليه. من قلبك. ما انا هدرت كل حاجه من قلبي وحكيت مواقف، حتى من ضمن المواقف احكي لك لا ما موقف. تحكي ليش، احكي اليوم. يلا احمد هو انت اعطيش هتطلع الكلام هذه. دوت في لا الكاميرا؟ غادي نحط دورا، كندير المونتاج. يلا احمد، يلا يلا غادي نبداو. يلا السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم كلها تكون انت علاش كتشوف فيا هكا؟ انت بتتكلمي جد ولا بتهزري كده كتير قوي؟
بصراحة كده كتير قوي. أحمد أنا عييت أقسم بالله يا إلهام، أقسم بالله رحت أنا والله أنت لعيت. النهاردة لا مش طبيعية والله يا إلهام، أنا مش عايز أزعلك وأقسم بالله. إيه ده؟ يا لطيف، زعلني أنت أصلا زعلتني. واحد يلعب باسكت أحسن. أصلا هذه الطريقة هذه راه ما مزياناش. أحمد أنا بتكلم معاك تعمل كده. ما عامل لك ايه يا عم، انت ما بتتكلميش جد انا غادي نبداو من الاول وقول اللي بغيتي صافي. لا مش عايد تاني. لا 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 الهام بلا تصوير، نبدل هذه الساعة صافي ماشي. بعد اذنك، احترامي اهو وتقديري ليكي عشان ما نزعلش، عشان ما تقوميش بعد ما تطفي ام البتاع الكاميرا دي والدنيا دي تزعلي والاقي وشك مبدل عليا عشان خاطر اليوتيوب. الحاجة اللي هتضايقنا وهتزعلنا انت ما بتبصليش ليه؟ ها؟ ده من انت التقدير؟ دائما بسبب اليوتيوب بتعمل كده. انت ما بغيش القناة تنجح القناة هتنجح بالناس اللي بيتفرجوا عليها. ورا ما عندكش الحماس ديال المواضيع. يلا زيد نبداو من الاول. يلا السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم. احمد أحمد، أنت خليتي فيها أحمد ولا أم أحمد؟ مالك في إيه؟ مالك؟ استنى، سخانة طالعالك؟ برا انت اللي السخانة طالعاك. يلا سير الله يديك. بلاش يا لهب، بلاش، لا آخر مرة عييت عييت والله غادي نموت. هو أنت يا لهب حد مسلطك عليا؟ برا انت شي واحد لا مسلطك لا لا، عليا. حد مسلطك عليا النهاردة ولا إيه؟ بلاش ولا تصوير ولا بتاع. هذه آخرتها، هذه آخرتها. اسمعي لي، أحمد راه الا مشيتي غادي نتقلق. استغفر الله العظيم يا رب. طب يا بنتي انا مش عايز اضايقك، انت بتضايقي ليه بقى؟ ها اهو وديني جيت خلاص. ما صافي غسيل لا 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 صافي. دابا انا اصلا ما عنديش الخاطر وما عنديش القلب ديال انني نبتسم قدام الكاميرا وندير الفيديو. وانا ما بحبكش تتضايقي ولا تزعلي بصراحة. وانا صافي قلقتيني واللي كان كان. نبداو صافي. يلا ماشي بسم الله. يلا هاتولي ايه؟ وانت دائما كتقول على المغاربة كلام زوين. بقول الحقيقة ما بجاملهمش، ايه ولكن انت قاعدة تتكي للراجل المغربي. الراجل ورا المغربي الطبيعي انني دائما كنت صف راجل مغربي. طبيعي ايه؟ لا 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 خلاص لا احمد لا 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 صافي صافي. ورا الطبيعي نكون صف راجل مغربي وصف راجل مصري. يلا احمد كنت شاده فيك مقلب مقلب. بتهزري بتهزري باش والله يشوفوا عيب ردة عليك. فعلك. قلت لا لا لهم لا 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 سبيس ولا كريس أحمد. ولا اعمل نريهم شحال قاصح. لا 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 تزعل خسرتي التواصل مع الرجل لا الكلام ده، ما المغربي. الكلام ده ما نطلعهوش. لا يتقلق منك الرجل لا 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 المغربي. لا، ما قلتش حاجة خايبة فيه ولا قلت حاجة عيب، ولا افضل الاستفزاز بتاعك. كنت بتكلميني مش اللي هو انت بتستفزي ساعتها وبتحصل ولكن المشكلة انت في ما ساعتها. تيقتينيش من الاول. ايوه انا مش فاهم انت عايزة تقولي ايه. انا بغيت غير تستفزك وليه ونبينك وليه على ايوه حقيقتك. وصافي غادي يتقلقوا منك. هيقلقوا مني ليه؟ هو ده فيديو عشان يقلقوا مني ولا يفرحوا بيا ولا بتاع؟ اصلا ده مش فيديو. أزيع ياك هكا كتقول أزيع. طب لو انت بتصوري يا جدعان يرضوكوا بجد تعمل معايا كده بجد أحمد طريف عشان راه تقومني وبتاع صعيب باش والكلام دوت؟ نستفز. أحمد لا يستفز متصالح مع راسو واخا ما تعلم النظر ليه ما غاديش يتفوق. انا ما كنتش كده بصراحة، انا كنت من اقل حاجة الدم بيطلع لي. سبحان الله مصبرني إلهام، علمتني الصبر كتير في حاجات كتيرة بجد،
وكان لازم أتعلم كده من زمان، لازم أكون صبور مع حاجات كتيرة قوي في الحياة، ولكن أنا ما أعرفش، هي ما بقدرش أكسر لها خاطر وما بقدرش أزعلها، ولو زعلتها بيبقى فيا الحال، لأن أنا اللي بروح أراضيها وبروح أصالحها. يبقى انا زعلتك. أنت يا إلهام مش ممكن على الاستفزاز ده، انت اصلا بس احمد كيقولي انت استفزازك، شخصية مستفزة، انا دبر غير بس شوية. استفزازك ببرود وبتضحكي شوية وترجعي شوية، فأنا شككتك، شككتيني، بتتكلمي جد ولا بتهزري ولا شنو؟ دابا وعتي امتى كيشك؟ ملي كنهضر معاه بالمغربية، حيت حنا ملي كنكونو كنضحكو كنهضرو بالمغربية. مهم، بس زوين مقلب، المهم ما رضوضالك، هذا سميته مقلب الاستفزاز، حيت انت لا ما كتفرجش في ما المقالب. رضوضالك، مردود علي ما رضوضالك، ورد عليا. لو قاعد في مكان وحد بيتك عليا في موضوع كده، والله لا اقلع له المايك واسيبه وامشي، اقسم بالله. مهم، ما مقلقش، صافي، يلا المسامحة. مسامح. وهنا غادي نكون وصلنا لنهاية ديال الفيديو ديالنا. اعطي للراجل المغربي كلمة بهذه المناسبة. لا، الراجل المغربي يحترم ويتقدر، وراجل حنين وكريم وجدع، وفيه صفات ومميزات كتيرة بجد يعني. بس واحمد عنده بزاف ديال الاصدقاء وعندي كتير من المغاربه الأصدقاء الجدعان وعزاز أوي عليه أوي أوي أوي. وعزيز عليهم. لا بصراحة في مواقف دايما بفتكرها، ف حبايبي يعني. يلا تهلاو في ريوسكم، ما تنساوش تخليو لي جيم ولي كومونتير، واللي باقي ما اشتركوش في القناه تشتركوا وفعلوا الجرس. وبسلام عليكم.